السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم محمد. اليوم حاب أقدم لكم طريقة تغيير شكل الأيكون للآيفون، وحاب أطلع من مود اللي هو الأفلام والكمبيوتر شيء كذا. فهذا كنت بقول لكم أن رفعت قلت لكم أنزل فيديو ظروف الاختبار وشيء زي كذا، فما قدرت أرفع، فسامحونا. بسم الله نبدأ الشرح. الماسكس هنا كيف حتى على لوحة الايس كريم، سو زي ما انتم شايفين هنا شلون الايكون. روح للسيديا، اول ما نروح للسيديا نروح منيج، طبعا انا افضل نخلو التحميل يكمل. طبعا نروح للسورسز، نروح سورسز، نضيف اللي هو هذا هاكر يور ايفون، اللي هو هذا org.hackeryouriphone.org/. حاط لكم في الديسكريبشن. نروح للسيرش، عفوا نكتب ماسكس اللي هو هذا. طبعا هذا اللي بفلوس موجود على سورس البيج بوس. البيج بوس هو سورس اساسي في ال في سيديا. ف الماسكس هذا هو اللي على السورس repo.hackeryouriphone.org/. خش عليه. طبعا هنا طبعا هنا انستول، بعدين يطلع كومبير، سوي كذا هيتحمل ويستاهل، مش ان البرنامج يستاهل هذا البرنامج. فانتظروا اوريكم كيف تفعلون. اذا ما اول ما تفتحه عدفه على طول راح يتفعل معك، وتلقى الايقونات شبه خفيفة، وراح تلقى اول ما تفتح زي كذا، راح تلقاها اول ما تفتحها راح تلقاه على نفس هذا النمط كذا، شكل التفاحة ذي او قلب حب يطلع وطيفة. طيب نروح على السيتنج الاعدادات، طيب ننزل للاخير، نروح لماسكس. طبعا ماسكس سيتنج راح تلقاه اللي هو مفعل. اذا ما حبيت ان قبل الشاشة تغير كذا، خطوة واحدة اللي انت كنت تسويها بس عفوا، تلقي هذه، تلقي دي، تصيرهم عندك بس اللي هو الايكون هاي اللي تتغير. عندك هذه كل الايكونات تتغير، عندك كل شيء. فبمجرد انك بس تغير هذه على طول طق زر الهوم اللي هو ذا، طيب على طول راح مو يطفى زي الريستارت كذا، ويرجع مرة ثانية تتغير الايكون على نفس الايكون اللي انت عندي. فان شاء الله نهاية الشرح بوريكم كيف اغير، بس عشان ما حتى لو طفى او قطع الشرح اتوخى هذا الشيء. فعندكم كذا مثلا تغير اللي هو حق لوحة الايكون، نفس لوحة نفس حق الايكون نفس كل شيء. طبعا انا بروح انا حق الايكون مثلا نختار عندنا ذي هذه ثواني بس عفوا، عندنا مثلا هذه مثلا بس بوقف عن الشرح توقيف بس. جاناكم بعد ما وقفنا الفيديو طفى ورجع، لأن ما قدرت إني أطفيه ورجع ثاني وهو شغال راح يقطع الشرح ويقطع كل شيء. فهذه بعد ما غيرناها، طبعا هذه طلعت اشكال بشكل مثال، ولا يمكن نخلي شكل الايكون زي كذا، شكله شوي خفيف. فهذا كان شرحنا هذا اليوم، اتمنى يكون حاز اعجابكم ان شاء الله. فاذا عجبك سوي لايك سبسكرايب عشان يصير كل جديد، اذا عجبك اذا ما عجبك سوي ديسلايك
اتمنى تقول ليش الديسلايك في التعليق عشان يكون احسن من ادائي في المره الجايه، واخليك ان شاء الله تحط لايك وسبسكرايب. اتمنى يكون عند حسن ظنكم، واي شيء تبغون اضيفه لي في القناه او نزل عنا شيء سلوني. وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم اخوكم حمد.